ما بك؟ ما بك تنظر إلي وكأنك صاحب الشرطة أو أحد العساس؟ ما يخيفك منهما وقد أمنتهما؟ أنا لا أخاف إلا منك. أجل، لا أخاف إلا منك أنت. كأني بك عسس للخليفة في سوق الكرخ. ما علمت النظر حراما إلا ما حرم الله النظر إليه؟ ألا تكون يا أكثر ممن حرم الله نظر إليه؟ اسمع، خير لك أن تمضي على قصبتك بعيدا عني. ما كنت يوما قيما على ما سأفعله يا أكثر. ارحل من أمام دكاني خيرا لك. أنت لا تملك نفسك، فكيف بك تدعي ملك الأرض التي أقف عليها؟ ألا تنطلق وتريحني؟ أوياه، أقسم إنك تضمر شيئا من غش أو احتيال لم تعد تستطيع إخفاءه. لن أمضي من هنا إلا ساعة عشاء. لا فائدة من وجودنا. هيا تعال انطلق أيها الحصان. لقد جاء صاحبك بأبي يوسف القاضي حكما. انزل 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 يا أخي. السلام عليكم. هو ذا حكم. ألا تجد غير ذلك الأبله حكما؟ بل قل جاء بخير قاضي في بغداد قاطبة. لم أرى أحمق منكما. اسمعا، لقد رضيت بأبي وهب حكما. إذا كنت قد رضيت به حكما فهذا شأنك، أما أنا فلن أقبل أن يفض في نزاعي رجل يتخذ من قصبة فرسا. أنهي القضية يا عبيد وادفع للرجل حقه. هيا. أنت تقول هذا يا صاحب الشرطة؟ أي حق له وهو الذي يريد ثمن رائحة الشواء دانقين؟ إذا درهمك مصادر إلى حين دفعك الدانقين. ولكنكما رضيتما القضاء بيننا. نعم رضينا، أما أن يكون بهلول هو ذلك القاضي فلا. ما دمتما قبلتما بالتحكيم فهذا شأنه، وإلا رفعت القضية إلى الخليفة. عبيد، أعطني الدانقين. ويحك يا أبا وهب. كنت أعطني الدانقين. حسنا حسنا، تفضل. قد قبلت حكم أبي وهب يا أبا وهب. تعيد. ما دمتما رضيتما بحكمي فاسمع. أتجيد السمع يا أكثر؟ وما صلة السمع بالقضية يا أبا وهب؟ من حق القاضي أن يسأل، وعلى المتخاصمين الإجابة. أجبوا يا أكثم. نعم أكثم، قل نعم أجيد السمع. نعم أجيد السمع. ماذا سمعت يا أكثم؟ سمعت صوت دانقين اثنين. أحسنت. ما سمعته يا أكثم من رنين هو ثمن لرائحة شوائك. ومتى كان صوت الرنين ثمنا للشواء؟ عندما تكون رائحة شوائك بدانقين. خذ يا عبيد هذان دانقان، وأستطيع أن أقول إنني حكمت بينكما بالحق، وكل واحد منكما نال حقه.
تستطيع أن تأخذ سفودك الأربعة، ولا أظن أن أكثم سيمانع. إنها المرة الثانية التي أنقلب فيها أحمق وتنقلب فيها فطناً. اطمئن يا صاحب الشرطة، هذه حقيقتنا التي لا جدال فيها. ما أطيب هذا الأرز وما أشهاه مطبوخا مع اللحم. ألا تقول ما أبرع الأيدي التي طهت؟ هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. أين غنمك؟ خلفتها في المرعى. ألا تخشى عليها من ذئاب أو ضباع؟ الذئاب لا تخرج إلا ليلا، ثم إن الحارث فتى شجاع يستطيع أن يحميها ويحافظ عليها. أعطني ماء. قيد الله لك هذا الفتى ليحمل عنك هلك تعبك وشقائك، تفضل. إنه ذو نخوة وإقدام، سأبقيه لدي. الحمد لله. لديك عمل آخر غير الغسيل؟ غسل الثياب وتنظيف القدور والقصع، ثم فصل الزبدة عن اللبن. عمل شاق حقا. سأذهب لأتفقد غنمي. جعفر، ما الأمر يا بارعة؟ كنت ستحدثني في أمر مهم. هذا صحيح، أحببت أن أزف لك خبرا ستفرحين به. قل هو، لا تتريث. سنعود إلى بغداد. نعود إلى بغداد؟ سنعود إلى بغداد بإذن الله. جنيد القاضي ببابي، حللت أهلا، حللت أهلا ووطئت سهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بسيد القاضي الفاضل الذي لا يجاريه قاض في بغداد كلها. ويدك يا خذيم، أنا لا أتحمل إطراء كهذا. منذ فترة كنت تعاديني. أنت تعلم يا سيدي أنني قد أمسيت تاجرا ببغداد، والتجار لا يستطيعون مجافاة من بيدهم أمر السلطة. تفضل تفضل يا سيدي الفاضل، تفضل. أهلا أهلا وسهلا. إذا نفتح صفحة جديدة. واعلم يا خذيم أن محاباة جنيد تستوجب عدم الخداع وعدم الخيانة. هذا أمر أعرفه. لكن ما لا تعرفه أن تمتنع عن صلتك بإنسان يكن للعداء. إنك تحرجني يا سيدي القاضي، فلبهلول أفضل كثيرة علي. إذن لم نتفق بعد. لما؟ لأني وبهلول النقيضان لا يتفقان. دعك من هذا وقل لي، ما الشيء الذي دفعك إلي؟ تجارة أطرحها عليك. وأنا بانتظارها منذ زمن. لا تستعجل الأمور يا بارعة، قلت سأفكر بالأمر. وما الذي دفعك إلى التفكير بأمر السفر إلى بغداد؟ القافلة التي سترحل بعد أيام. وغنمك؟ نبيعه. تبيع غنمك؟ أو نتركه بعودة الحارث؟ لا أدري ما الذي يقلقني بخطوتك هذه. دعي القلق وهيئي نفسك. تأخذني إلى وطن الحلم والهوى؟ ألا تتوقين إليها؟ كيف لا أتوق وفيها لحمي ودمي؟ ما الذي أصابك؟ اضطرم بك الحنين دفعة واحدة؟
هذه الدار على سعتها، لم ولن تنسيني يوما من الأيام تلك الدار الصغيرة التي خلفتها في بغداد. لكن ما الذي دفعك إلى التفكير ببغداد؟ تجارة أبتغيها. تقول تجارة؟ أتنتقل من الرعي إلى التجارة؟ ألست بتاجر يا بارعة؟ وهل بيع الحليب واللبن والصوف واللحم والجلد إلا تجارة أمتهنها منذ زمان؟